بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شهيوة تماني تقدم لكم حلوة الكونفيتور أو الباستا فلورا أو الكروستاتا، حسب يعني عندها أسماء كثيرة. المهم أنها حلوة بسيطة جدا وتحضيرها في غاية السهولة. بالنسبة للتزيين فكيبقى حسب الرغبة، إما تقطعوا سميطات في حال هذا الشكل اللي غتشوفوا في الفيديو أو لا تحكوا العجين. تبعوا معايا الفيديو وان شاء الله تعجبكم وتطبقوها. بسم الله وابدا على بركه الله بالعمل واستعراض المقادير. بالنسبه لهذه الحلوه ديال الكونفيتور او اللي كتسمى كروستاتا ايطاليا او باستا فلورا، او يعني كتعمل حتى في المغرب العربي وفي بعض الدول كثيره، يعني من الحلويات التقليديه اللي كتعمل من زمان. فهي بسيطه جدا، مكوناتها بسيطه وموجوده في كل بيت. عندنا المكون الاساسي فيها هو المربى، انا اختاريت هنايا كونفيتور ديال الكرموس او لا التين، اختاروا حسب الذوق، انا كنفضل نعمل هذا. عندنا بيضه كامله، عندنا هنايا تقريبا ملعقه كبيره من السكر فانيلا، وعندي الملح، وعندي هنايا كأس ديال الزيت، يعني تقريبا هنايا عندي واحد 100 مليلتر حتى 120. غادي نفرغو، كندير كلشي وكنبدا نفرغ. هنايا عندي هنايا زوج معالق كبار ونص ديال الزبده ذوبتها، لان الحال بارد ما غاديش توصل ليا الحراره المطبخ، فانا فضلت نذوبها. زوج معالق كبار ونص، وعندي هنايا ثلاثة د المعالق كبار ديال السكر بودرة، أنا كنفضل استخدام سكر بودرة لأن كيجيني ساهل في الخدمة. ثلاثة د المعالق كبار، ما تكتروش كتر من هكا لأن غادي نرشوها في الأخر بالسكر بلاصي بالسكر بودرة، وغادي أيضا المربى حتى هو حلو. غادي نخدم هاد الشيء واحد الشوية، وعندي هنايا نص كاس هذا ديال الزبادي او الياغورت ديال الحليب بارد، هذا ما ضفنا الحليب بارد غادي نخلطو. بالنسبه للدقيق فانا هنا عابره 400 غرام، لانني غنبقى نضيف حتى نشوف شحال غيجمعها ليا، ولكن في التالي انا غادي نقول لكم بالضبط شحال عملت. وعندي هنايا كيس ديال الخميره الكيماويه او ملعقه كبيره، غادي نضيف هنا الدقيق وغادي نبدا نخلط. نضيف هذه الخميره الكيماويه او البيكنج باودر، كيس ديال 8 غرام او لا ملعقه كبيره. اخواتي كما كتلاحظوا العجينه ها هي جمعتها، خدات لي ديك 400 غرام اللي كنت عابره قدامكم، زائد واحد المعلقه كبيره او معلقه وشويه، يعني ممكن تاخذ لكم نتوما 400 نيشان او لا تقدر تاخذ لكم بزياده. المهم هي ما كنجمعهاش، يعني ما كنحاولش نكورها، كتلاحظوا ها هي مازال فيها ديك التشققات. ولكن غادي ناخذوا هذا الورق هذا ديال الطهي، وغادي ناخذوا ورقه اخرى ثانية، وغادي نحاول نمددها بيناتهم. هنايا كما كتلاحظوا انا ما عنديش داك القالب اللي عنده هذاك القعر المتحرك، عندي هذا، يعني الا جيت نقلبها منين طيب ان شاء الله غادي نوحل معاها. فانا كنعمل هذه القضيه هذه، كناخذ هذا ورق الطهي وكنحاول
هذيك الصورة بحال هذا الشكل هذا. السمك علاش تمددوها؟ يعني تكون غليظة شوية، يعني على واحد 3 حتى 4 مليمتر. كيف كتلاحظوا العجينة ديالنا ها هي، وزعناها هنا مددناها هنايا في القالب. وكما قلت لكم انا ما غاديش نطلع عليها الحواشي بزاف لان حشوه المربى ماشي عاليه بزاف، فانا عملتها في هذا الحد هذا نتوما، وما تبقى من دوك الحواشي اللي قطعت جمعتهم وعاود شكلتهم كور وعاود مددتهم هنايا بين طبيعه الحال كالعاده بين زوج ديال الورق ديال الطهي. بالنسبه للسمك هنايا اقل اللي مددت عليه هذه العجينه هذه اقل من هذا ديال القاعده ديال لاطارت. هنايا انا كما قلت لكم اختاريت مربى الكرموس او التين. غادي نوزعوا هنايا عملت تقريبا واحد 5 المعالق كبار. كما كتلاحظوا هنا وزعت المربى. دابا عندي واحد تقريبا معلقه صغيره ديال القرفه، انا كيعجبني طعم القرفه مع هذا الكونفيتور ديال الكرموس او التين. غادي نوزعها دابا وغادي نمشيو لهاد العجينه هذه اللي مدت. غادي نبدا نقطعها على شكل أشرطة. غادي نحط هاد الشريط هذا هنا ومع قريصة بسيطة من الجنب كما قلت لكم هكا غير واحد الشوية من هنا ومن هنا. دابا كملنا الأشرطة اللي هكا غنبداو بالعكس. لاحظتوا أن هاد الشريط هذا جاني قصير، ماشي مشكل لو رقعتو، يعني أنا خديت واحد طريف صغير من هنايا ولصقتو، لأن العيب كله كيضرق من بعد الطياب، ومنين كنحطو عليها السكر بودرة مكيبقى يبان حتى عيب، يعني كتبان كلها متناسقة. كما كتلاحظوا اخواتي انا كملت دابا وضع الاشرطه اللي بالتقاطع، في حال هانتوما نيت انا جاتني العجينه ناقصه فما تترددوش في انكم غترقعوا، لان كما قلت لكم العيب كله كيتغطى في الاخير. دابا الفرن نعم كيسخن، غادي ندخلوها طيب على درجه على حراره 180 درجه حتى 170 كاع، لان ما طيبش على حراره سخونه. هنايا هاد لاطارت ديالنا ها هي خرجناها كنطيبوها واحد 25 دقيقه اولا حتى كنلاحظوا ان الجناب كلهم يتحمروا، عاد كنفتحوا عليها الشوايه من الفوق باش يتحمر الوجه. بالنسبه للتزيين فغادي نزينوها فقط بسكر بودره.